احنا مش بخير اكيد. كل العالم العربي وكل الناس اللي عندها انسانيه في العالم العربي مش بخير، لان الاشلاء في كل مكان، وصواريخ اسرائيل لم تفرق بين صغير وكبير، صوت القصف الجنوني لا يتوقف، نوع من العبث والجنون كان موجود امبارح. اكيد ناس كتيره جدا اتمنت لو ان امس لم تولد فيه، او انها لم تخلق بعد امس. كان يوم صعب جدا وليلة صعبة جدا، والواحد كان حاسس ان انه ينام، ان ده نوع من الخزي والخذلان اللي بنعمله للناس ليس لهم الا الله، وطرف يريد الانتقام بهذه الشراسة مدعوم بقوة العالم الكبرى، نوع من الجنون ومن اللا منطق واللا انسانية حقيقة الأمر امبارح زي ما سوري بتقول. لكن امبارح كان في حاجة إيجابية جدا حصلت، كل الناس ابتدوا كانوا يعملوا لينك أو هاشتاج ستار لينك. لو فاكرين أول ما ابتدى الضرب على غزة تقريبا معظمنا ابتدى يعمل هاشتاج ستار لينك علشان خاطر نحاول نلفت النظر لينا ونخلي آلون ماسك ان هو يحاول ان هو يتعاطف او يحاول ان هو يوافق انه يحط او يشغل منظومة الستارلينك. وقد حدث بالفعل، قد حدث بالفعل من خلال تويتة كتبتها دكتورة أنستازيا ماريا لوبيز، واعتقد ان هي من اصل عربي او لها علاقة، بلغت او عملت له هاشتاج وقالت له ستارلينك بليز. وفي الاخر خالص آلون ماسك رد عليها وقال لها Starlink will support connectivity to internationally recognized aid organization in Gaza. يعني معنى كده ان هو وافق على توفير خدمة الأقمار الصناعية لمنظمات الإغاثة في غزة. معنى كده ان احنا نقدر ان هم يتواصلوا، نقدر ان احنا ندخل لهم الانترنت تاني بهاشتاج. الناس اللي كانوا امبارح بيقولوا هيعمل ايه هاشتاج، احنا صوتنا مين هيسمعه؟ سمعوا صوتنا، قدرنا ان احنا بهاشتاج نكسر القانون الفاسق بتاع اسرائيل ونرجع لينك واقمار صناعيه لاهلنا بس. هو طبعا هيرجعها للمنظمات الامميه العامله في غزه. هي منظمات الصناعيه غالية. ليه؟ عشان ما يتمش توثيق الدمويه والكارثيه اللي كانت بتحصل امبارح من اسرائيل مع، يعني دي كانت حرب غير عاديه اللي حصلت امبارح، دي حرب عباده، حرب على الانسانيه. انا عايز اقول حاجه، هم حقيقي منعوا الانترنت ومنعوا الكهرباء تماما وقطعوا فصلوا غزه، بس انا مش شايفه انهم قطعوا غزه عشان خاطر يخبوا او يبيدوا الشعب الفلسطيني او الغزاويه، لا. أنا بشوف إن هم حبوا يغطوا على نفسهم الفضائح اللي عشان بتحصل محدش لهم يسجل كجيش فلسطيني. أيوه بالظبط، محدش إن هم يسجل الكوارث اللي هم بيعملوها. لا، والكوارث اللي معمولة فيهم، أنا قصدت أقول الكوارث اللي معمولة فيهم. إحنا فقط بنسمع من ناحية واحدة، ولكن يوجد كوارث غير طبيعية في الصفوف الإسرائيلية وفي إيلات أكيد وفي أماكن كتير. علشان كده هم قاطعين إنترنت عشان ما يتفتحوش عالميا.